السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد على قناتنا، في هذا المقطع شباب سوف أقدم لكم موقع رائع جدا لربح عملات USDT بطريقة سهلة للغاية، وذلك عبر موقع ORUSDT.com. فهذا الدخول على الويبسايت لينك الموجود في الديسكريبشن. سوف تقوم بعمل كرييت للأكونت الخاص بك، سوف تقوم بوضع اليوزر نيم أو الإيميل أدرس، بعد ذلك سوف تقوم بوضع الباسورد، ثم تقوم بوضع من جديد، بعد ذلك تقوم بوضع الانفيتيشن كود الموجود في الديسكريبشن وتقوم بالضغط على الساين أب. سبق لي أن قمت بالتسجيل، إذا سوف أقوم بوضع الإيميل والباسورد وأقوم بالضغط على لوجين. فكما تلاحظون لدي واجهة الموقع، فهنا سوف نجد في الهوم بيج العديد من الانفستمنت بلانز. نعم، فكما تلاحظون USDT Fund 1 Day Experience Program، وأيضا لدينا USDT Fund for 3 Day مع مينيموم أو 20 USDT، وأيضا لدينا هنا تقريبا 7 Day 30 Day وتصل تقريبا إلى 90 Day. نعم يا شباب، ولديهم العديد من البارتنرز مثل باينانس، بيتمين، كوينمنت والعديد من الاكسنجز الآخرين. نعم يا شباب، والآن سوف نقوم بالذهاب إلى هنا، حيث سوف نقوم بإضافة الريشارج أو الديبوزيت إلى الأكاونت الخاص بنا. نقوم بالضغط على كلمة ديبوزيتس، بعد ذلك سوف نقوم بالضغط على كوبي للتيار إكس أدرس، وسوف نقوم الآن بالذهاب إلى الوالت الخاصة بنا. نعم على هذا الشكل، وسوف نقوم بإرسال 10 USDT حتى نقوم بمشاركة في الإكسبيرينس بروجرام. سوف نقوم بالضغط هكذا على السند، ثم سوف نقوم بالضغط هكذا على USDT، بعدها نقوم بالضغط على السند، نعم، ثم بيست، ثم نيكست، ثم نقوم بإرسال 10 USDT ونقوم بالضغط على سند. نعم يا شباب، سوف نقوم الآن بالضغط على كونفيرم وأعود إليكم. نعم يا شباب، كما تلاحظون فهي حاليا بيندينغ، وكما تلاحظون يا شباب you have transferred out 10 USDT. نعم كما تلاحظون تم السحب بنجاح، والآن سوف نقوم بالعودة إلى الويب سايت، وسوف نقوم بالضغط على كلمة نعم، سوف نقوم بالعودة إلى الهوم بيج، وسوف نقوم بعمل ريفرش للصفحة. وكما تلاحظون تم إضافة نعم 10 USDT إلى الأكونت الخاص بنا، والآن سوف نقوم بالذهاب إلى الانفستمنت. كما تلاحظون الإكسبيرينس بروجرام مينيموم أمونت و 10 USDT والديلي إنكم، وهذا سوف نقوم الآن بالضغط على انفست، وسوف نقوم الآن بالضغط على انفست من جديد، ثم سوف نقوم بالضغط على كونفيرم. نعم، وكما تلاحظون successful purchase، وسوف نقوم بعمل الويدراول بعد 24 hour. يمكنك الاستفادة من جميع الأرباح عبر الضغط على كلمة sign in كما تلاحظون، حيث سوف تقوم بالضغط عليه هذا الشكل. وكما تلاحظون الآن سوف نقوم بالضغط على get cash، وسوف نقوم بالاستفادة من هذا الريورد. أيضا يمكنك أن تقوم بمشاركة الانفيتيشن لينك عبر الضغط على كلمة share، حيث سوف تقوم بمشاركته في السوشيال ميديا كفيسبوك وواتساب وتليجرام وأيضا على تويتر. يمكنك مشاركة الانفيتيشن كود أو الكيو آر كود أو الانفيتيشن لينك. أيضا يمكنك التواصل مع الكاستمر سيرفرز عبر التواصل معهم عبر الواتساب أو عبر التليجرام الخاص بهم. أيضا لديك أكاونت، حيث سوف تستطيع أن تقوم بالتعرف على جميع المعلومات الخاصة بهذا الموقع. وكما تلاحظون انتهى الانفستمنت بلان الخاص بنا، كانت لدينا ongoing والآن صارت done، والآن يمكنك أن تقوم بسحب البروفيت الخاص بك. نعم البري سيمبل بلس الانترست. لكي تقوم بذلك كما تلاحظون صارت لدينا في الافيلابل بالانس 10.5 USDT. نقوم بالضغط على الويدراول على هذا الشكل، بعد ذلك سوف تقوم بوضع الترانزاكشن باسورد، تقوم بالضغط على setting، ثم سوف تقوم بوضع 6 digit pure number، سوف أقوم بوضعها وأعود إليكم. الآن سوف نقوم بالضغط على modify، وكما تلاحظون صارت modify successfully. والآن سوف نقوم بالضغط كما تلاحظون the withdrawable amount was 10.4 USDT. نقوم بالضغط على all، لذلك سوف نقوم بالضغط على please select wallet. نعم كما تلاحظون هنا الwallet management، نقوم بالضغط على علامة plus على هذا الشكل، بعد ذلك سوف نقوم بأخذ الwallet address. سوف أقوم بالذهاب إلى تطبيق الباينانس حتى نقوم بأخذ الwallet address الخاصة بالUSDT. نعم يا شباب، سوف أقوم الآن بالذهاب إلى هكذا، أقوم بالضغط على deposit، بعد ذلك أقوم بالضغط على USDT، ثم سوف أقوم باختيار الترون نتورك، بعد ذلك سوف أقوم بالضغط على copy على هذا الشكل. كما تلاحظون wallet address copied، والآن سوف أقوم بالضغط على paste،
ثم أقوم بالضغط على set as the default address وأقوم بالضغط على save. نعم أقوم تلاحظون successful operation، والآن سوف نقوم بالعودة ونقوم بوضع البيمنت باسورد. نعم وهي عبارة عن 6 digits الذي قمنا بوضعها سابقا، والآن سوف نقوم بالضغط على submit. نعم سوف نقوم باختيار الوالت من جديد ونقوم باختيارها هكذا كما تلاحظون، تم اختيار الوالت ادرس او الويدراول ادرس، وتم وضع الاماونت، ثم تم وضع البيمنت باسورد، والان نقوم بالضغط على submit. وكما تلاحظون application succeeded، والان سوف ننتظر قليلا. وكما تلاحظون تم التوصل بالويدراول بنجاح. والان لو ذهبنا الى الويب سايت وقمنا بالضغط على الويدراول ريكورد سوف نجد أن صارت الآن success، تم وصول المبلغ without any fees. كما تلاحظون your deposit of 10.4 USDT، فالموقع 100% legit وأنصح الجميع باستعماله. قم بعمل investment. نعم فموقع legit 100% وأنصح الجميع باستعماله. كذلك المشكلة التواصل معهم عبر اللايف شات، وكان هذا كل شيء. إذا جاءكم المقطع لا تنسى اللايك، لا تنسى الاشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد. إلى اللقاء.